الله يبارك الله فيك. نعم الله يبارك فيك. يا الله ما أفصح اللغة. تسمية عشرة وسببه مشلي. وهناك من يقول أيضا لأن يوم عشرة هناك يوم أكرم الله عشرة أنبياء عشرة عام أنبياء بعشر كرامات بعشر كرامات، لذلك سمي بعشرة. والمشهور أشهر عشرة هذا معروف قبل الإسلام، لذلك أول فريضة الصوم هو ماذا؟ صوم عاشوراء، ثم اختيار بين الصوم والفدية، ثم بعد ذلك أكد بفرض رمضان. وكان الجاهلية حتى في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن هؤلاء في الجاهلية كانوا يصومون صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك في بداية يعني ماذا نقول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، ثم بعد ذلك لما فرض رمضان بعد ذلك ماذا؟ فمن قال فمن شاء صام ومن شاء ترى. طيب ممتاز. واجب آخر ما في؟ أنسد. نعم. ما يدرك بحجة قوية عن إباحة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، ولن مقدمة لم نقل ولا غيرنا أن الاحتفال بيوم مولد صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة أو منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو احتفال بمولد النبي أمر مستحسن مباح، فيه فوائد كثيرة وله شواهد عديدة. والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لإحياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مواقف مشهورة ومحمودة، فالسعي بين الصفا والمروة ورمي جمرات والذبح بمنى كلها حوادث ماضية سابقة يحيي المسلمون ذكرها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياها وقال خذوا عني مناسككم. فكذلك عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما يجري بهذه المواليد من موعظة ونصيحة وتوجيه صحيح في إحياء سنته صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول أنه ترتكب منكرات والمحرمات في هذه المواليد بمثل الشباب والشبابات وتناول المسكرات. فنقول نحن نحارب هذه الأمور التي دخلت تحت اسم الاحتفال بمولد النبي. الواجب ماذا؟ واجب ما واجب؟ حجة قوية سيد، حجة قوية لي عن إباحة مولد النبي. لا مثلا اتفقنا أن هذه غير مشروعة. الواجب أنك ما حجة لهؤلاء الذين يستدلون بمن قال أن الموالد ماذا بحديث صوم الاثنين والخميس أو صوم الاثنين، واضح هذا؟ بصوم يوم الاثنين والخميس. نعم، ماذا وجدت؟ أما استدلال بالحج وهذا في النظر، إذا أردنا أن نتكلم هذا يكون كلام طويل. أريد أن تجيب هنا ما رد لمن قال ماذا أن الاحتفال يعني بدليل صوم الاثنين، هذا هو وجدت؟
نعم صد لكن لا أن كلها حنيفاً. أنا قرأت فقط. يبحث ما قول العلماء، ما قول العلماء في هذا؟ ما الإمام نووي يقول هذا ليس استدلال، هذا لا، ما كان يستدل العلماء بمثل. لو كان ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وغير ذلك من الصحابة، هؤلاء الذين أقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مما لا يشك فيه أن هؤلاء أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة من قصص هؤلاء أنهم كانوا يستدلون بهذا وكانوا يفعلون هذا. لذلك أريد منك الجواب. هذا يا عفيان أيمن توفيق. توفيق رحمن. إذن الواجب هذا في اللقاء الآتي. طيب واجب آخر ما في؟ زياء عندك واجب أو لا؟ زياء لا يوجد يا أستاذ. لا يوجد. طيب لأنك سابقا ما أجبت صحيح؟ تأخرت كنت في السفر عفوا. الحديث الأول أخذنا وحديث ثاني، من يقرأ حديث ثاني؟ أين شاهد؟ أنا يا أستاذ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. بارك الله فيك. هذا الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن فضل صيام من شوال. ومن الثوابت الإيمانية أن المؤمن لما صام رمضان ثم يستقيم بعد ذلك بصوم التطوع. ما هو صوم التطوع هنا؟ ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. طيب الحديث واضح، المعنى واضح، لكن من يجيب هنا؟ كيف يكون الحساب حتى يكون سنة واحدة؟ ما معنى صيام الدهر لسنة كاملة؟ كيف يكون الحساب هنا؟ العلماء حسبوا هنا حتى يكون سنة واحدة. فمثلا ماذا؟ من يجيب؟ هناك من يجيب؟ أنا أسد. نعم نصر الله. من؟ نعم أسد. هذا سد فيما عرفت سد بأن صوم رمضان يضاعف بعشرة، إذا صار 300 سد 30 ثم يضرب بعشرة، إذا 300 سد 300 يوم. مانا سد 300 يوما كم شهر؟ تقريبا عشرة شهور. وستة من شوال سد هذه ستة، هذا ستة ستون يوما، ستون يوما هذا يدي عشرة كذلك سد، إذا ستون يوما. ستون يوما كم شهر يا نصر؟ شهرين سد. إذا يكون سنة كم؟ لماذا يكون سنة واحدة أو صيام الدهر؟ بحيث يعني صيام الدهر، من صيام الدهر؟ صيام دائما. بحيث إن العبد إذا صام رمضان ثم كل سنة أو كل سنة يصوم رمضان ثم ذلك يصوم ستة من شوال، فكأنما صام الدهر. كيف يكون الحساب؟ إن الحسنات بعشر أمثالها. لو قلنا واحد يصوم يوما، إذا كأنه صام عشر أيام. لو صام شهر واحد كأنه صام عشر أشهر، لأن الشهر واحد لو ضربنا بعشرة 300، وشهرين أين شهران الباقيان؟ في ستة أيام. إذا ستة أيام فأصبح 60 يوما، هذا يقوم مقام شهرين فيكون هناك سنة كاملة. فهكذا دائما لو صام الإنسان سنويا.
سنويا فيكون صومه مثل صومنا وزيد على ذلك بعد ذلك ماذا؟ صوم ماذا؟ بعد ذلك هناك صوم ماذا؟ البيت صوم البيت أيام البيت فشاهدنا ماذا؟ المقصود من صيام الدهر هنا لو حسبنا العشرات بأمثالها سنجد ماذا؟ سنة واحدة لو صام إنسان كل سنة مثل هذا فكأنه يصوم ماذا؟ صوم ماذا؟ طيب لكن السؤال هل علماء اتفقوا على مشروعية صوم ستة لشوال أو هناك علماء من يقول أنه ليس مشروع الجمهور جمهور علماء هؤلاء إما ثلاثة أبو حنيفة وإمام الشافعي وإمام أحمد يقولون مذهب استحباب صيام ستة لشوال وهو مذهب السلف والخلف إلا من؟ إلا الإمام مالك يا شاهد قال الإمام مالك قال ماذا بعدم مشروعية صوم ست من شوال بل يرى الإمام مالك قال فيرى كراهة صيامها لماذا لئلا يظن العامة وجوبها لما سئل لماذا الإمام مالك يقول مثل هذا فقال لعل الحديث الذي قرأنا قبل قليل لم يصل إليه فقال أبو عمر ابن عبد البر أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا ولو بلغه لقال هذا قال من؟ قال الإمام مالك لكن هناك قوم في مذهب الإمام مالك قال يجوز ذلك صومه إذا كان لا يكون متتابعا بعد صوم رمضان مباشرة مع أن رأي الجمهور الأفضل رأي الجمهور أفضل صوم شوال متى يكون في يوم الثاني من شوال بعد رمضان ثم عيد من عيد لا يجوز صوم ثم يوم الثاني فهذا أفضل لماذا؟ للتسابق إلى الخيرات وليكون أقرب ويكون الناس أقرب إلى الطاعة ويكون العلماء ماذا؟ استحق العلماء أن يكون صيام ست هنا بعد يوم العيد مباشرة أولا لمراعاة الأمور عامة منها المسارعة إلى فعل الخيرات ومنها المسارعة إليها دليل على رغبة في الصيام والطاعة وعدم السهو منها أحيانا لو آخر الإنسان قد يجد بصعوبة الصوم إذا كان بعد أسبوع بعد أسبوعين وبعد سنة في أيام الأواخر نعم فهذه عند بعض الناس فيها صعوبة لكن على حسب العزم على حسب المدى العزم طيب هناك بعض المسائل حول هذه الايام اي هذا حول هذا الصوم اولا هل لابد ان نصوم بمتتابعه لابد ان تكون هذه الايام متتابعه فقال لا يلزم ان تكون او لا تلزم المتتابعه او لا يلزم التتابع يجوز بالتفرع واحد يصوم يوم الاثنين ثم بعد ذلك يوم الخميس ثم يصوم المهم شهر واحد شهر واحد لكن الجزاء من جنس العمل طيب ثم السؤال الثاني هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء الذي عنده القضاء وهذا أكبر خلاف بين العلماء هل يجوز أن يصوم أحدا ستا من شوال وعليه قضاء رمضان وهذا ربما يأتي كثيرا أو يحدث كثيرا على من؟ على النساء النساء لا بد لكل شهر ماذا؟ لا بد لكل شهر هناك ماذا؟ عطلة إذا يدخل رمضان ربما هناك حيض ثم بعد ذلك ماذا؟ لا تصوم هل لها أن تصوم ستة من شوال قبل قضاء رمضان هذا أمر خلاف بين العلماء طيب جمهور العلماء وهنا أئمة الثلاثة هؤلاء الأئمة الثلاثة من هؤلاء الأئمة الثلاثة من يذكر لنا أئمة الثلاثة ها من تقريبا من هؤلاء الأئمة الثلاثة ها غير أحمد طيب هيا نكرر ما رأيكم؟ مالك ها؟ الإمام مالك زاد
لا أما في مسألتنا إمام مالك أصلاً غير مشروع ستة من شوال، صحيح؟ كيف يقدم؟ لأن عنده غير مشروع عند إمام مالك. هل يدخل من ضمن إمام مالك؟ الإمام مالك خلص حنيفاً قال ستة من شوال ليس مشروع. فهنا كذلك إمام أحمد، لكن إمام أحمد له رواية. له رواية. فذهب الإمام الثلاثة من ضمنه كذلك إمام أحمد هنا إلى جوازه وقاسوا على صلاة التطوع قبل الفرض في وقتها، لكن المشهور عند الإمام أحمد، المشهور عند إمام أحمد ما مقصود مؤلف عندما قال المشهور مذهب أحمد، بمعنى إمام أحمد عنده رواية أخرى أنه يهرم صيام التطوع ولا يصيم ما دام عليه صوم واجب، لا يجوز أن يقدم الإنسان صوم ستة من شوال على القضاء. ما دليل ذلك؟ إن الله لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته، حتى تؤدى فريضته. ثم الثاني أيضا قال هنا في صيام شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، طيب الذي عنده قضاء إذا لم يصم رمضان كاملا فهنا لم يصم. طيب هذا هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى ماذا؟ هل يجوز صوم قبل القضاء؟ الجمهور والراجي والله أعلم يجوز. لماذا؟ لأن هناك رواية أخرى. من يدخل لنا دليل على أن يجوز لنا تأخير القضاء؟ درستم في مستوى ثاني معها أو أي مستوى درستم هذا؟ حديث عائشة دليل على أننا يجوز أن نؤخر قضاء إلى شعبان. من يذكر لنا حديث جواز القضاء تأخير القضاء إلى شعبان؟ شعبان رمضان. حديث عائشة أن عائشة كانت أخر ماذا؟ قضاء طبعا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبان. هذا دليل على أنه يجوز تأخير قضاء وتقديم ستة من شوال، هذا هو الراجح. ولكن مع ذلك هناك من يرى أنه مثل في إمام أحمد أنفا، فكيف إذا كان بنسبة المرأة التي لها مدة الحيض إلى 13 مثلا 13 يوما، تصور المرأة تصوم رمضان 13 كم عندها يعني قضاء رمضان 13 يوما، فكيف سيصوم ستصوم شوال؟ نعم صعب، عندي صعوبة لأن عندها زمان الحيض 13، بمعنى زمان الطهر كم أقل من ذلك يعني 17، فأحيانا تجد صعوبة بشغل أو غير ذلك، يعني الفرصة لصوم هنا ضيق. فمثل هؤلاء ماذا قال؟ يجوز القضاء في غير رمضان. أي قضاء؟ قضاء ستة من شوال، أخوان يجوز القضاء ستة من شوال حتى في شهر آخر، حتى في شهر آخر. بذلك اختلف العلماء هنا، هل تقضى أيام إذا خرج شوال؟ فيه قولان لأهل العلم، القول الأول يجوز ذلك خاصة لهؤلاء مثل الحجاج، ولكن الراجح هنا والله أعلم أنها لا تقضى. لماذا؟ لأنها ستة محمد. طيب حديث بعده، اقرأ لنا حديث بعده. من؟ رضي الله عنه. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك يوم أن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه. طيب. واللفظ لمسلم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد، ما من عبد هنا ما معنى عبد المسلم وليس المسلم فما المسلم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. هنا اختلف العلماء في معنى في سبيل الله، هل المقصود
الذي يحصل الجزاء هنا إلا بعد الله. ما الجزاء الذي يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله؟ أبعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، هذا يوم واحد. لكن العلماء هنا اختلفوا في مفهوم في سبيل الله. المقصود الذي يحصل على ذلك الجزاء الذي يصوم وهو مجاهد في سبيل الله، يعني في أثناء القتال غزوة البدر مثلا أو غير ذلك، أم أنه يصوم في أيام العادية لكن يصوم مخلصا لوجه الله ابتغاء مرضات الله؟ طيب، فهنا اختلف العلماء في مفهوم هذه العبارة. نقول هنا أولا معنى 70 خريفا، ما معنى 70 خريفا؟ 70 سنة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى في سبيل الله، فقيل المراد في الجهاد، المراد في سبيل الله هو ماذا؟ الجهاد مع الأعداء، أي الجهاد وهو الغزو، غزو الأعداء. وهذا ما اختاره الإمام ابن جوزي، لأنه لماذا قال، لماذا فسر بهذا؟ أولا اللفظ هنا لفظ ظاهر هنا جهاد في سبيل الله، لماذا قال يوما في سبيل الله؟ يوما في سبيل الله يفهم من ذلك الجهاد. وأيضا لماذا؟ لأن الصوم مع الجهاد فيه اجتماع بين عبادتين عظيمتين. قال لأنه يجمع بين أو يجتمع بين مجاهدة العدو وبين الصيام، فالصيام من العبادات البدنية والجهاد من العبادات المالية وكذلك البدنية، فيجمع بين أمرين فيحصل على الصواب الأجر الجزيل العظيم. هذا ما ذهب إليه الإمام ابن جوزي، فقال المراد الأول هنا ماذا إذن؟ المراد من سبيل الله هو المراد عنه، أي الذي يصوم وهو في سبيل الله، أي يجاهد ويقاتل الأعداء. ومن أهل العلم من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم هنا في سبيل الله يعني يريد بهذا المعنى ماذا؟ ما عند الله، يريد بهذا الصوت ما عند الله، ما عند الله من أجر، أي يبتغي الأجر والصواب، لا يريد من ذاك الصيام رياء ولا سمعة ولا مطلبا من المطالب الدنيوية، مثل ماذا؟ مثل الذي يصوم لأجل اتباع الحلة، يصوم لأجل الصحة، للمحافظة على الصحة، فهذا لا يدخل من هذا الحديث. نعم، وهو أيضا ما رجحه الإمام القرطبي أن المراد في سبيل الله أي في مرضات الله، فيصوم قاصدا بذلك وجه الله. هذا القول الثاني. القول الأول المقصود الغزو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والثاني قال ما يتعلى بإخلاص النية، إخلاص ماذا؟ وقال هنا أيضا، هذا رأي آخر ابن حجر، وقد استظهر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الحديث أعم من هذه كله، فيشمل الجهاد وغيره، فهذا هو المعتمد. والخبر هنا في الحديث عام، فنحمل الحديث على من صام في الجهاد ومن صام في أي يوم يقصد بذلك اليوم ذا وجه الله والدار الآخرة. إذن عند ابن حجر الجمع بينهما، قال قد يراد ذلك وقد يراد هذا. لماذا؟ لأن هنا اللفظ في الحديث عام. طيب، فقال لماذا يقول، لماذا خص الخريف من بين الفصول الأربعة؟ فالجواب أنه خص أنه لأن أزكى الفصول فيه يجنى الثمار، وهذا ما ذكره الإمام ابن حجر الأصقلاني في شرح مذاق صحيح البخاري في الباري. والله أعلم. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أولا نستفيد من هذا الحديث فضيلة الصيام على وجه عام، صيام سواء كان مجاهد أو غير مجاهد، يريد وجوب فضل الصيام. وثاني فضل الصيام على الجهاد، أي فضل الصيام مع الجهاد، أي الصيام مع الجهاد، فيكون الفضل هنا أعظم وأكثر. وكذلك هنا في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله.
فإذا اجتمع بين الجهاد والصيام فهذا من أفضل الأعمال. وفيه أن الأعمال الصالحة كذلك من الفوائد هنا أن الأعمال الصالحة سبب للبعد عن النار وللبعد عن النيران طبعا، ويكون ذلك بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك فائدة من المؤلف، فائدة أساسية هنا وهذا ما ذكرنا كثيرا، ماذا؟ أن العدل لا مفهوم له. ما معنى هذا الكلام؟ إنما ذكر جزاء أو ذكر الجزاء في الحديث، أو الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في الجزاء، أو النبي صلى الله عليه وسلم حسن على شيء ثم ضرب الجزاء، فهذا ليس المقصود بذاته، أي العدل بمثل هذه الأشياء لا مفهوم، بمعنى لا يقصد العدل بذاته، ربما العدل يكون أكثر خير لك منهم النعم، ربما أكثر من ذلك. وإنما هذا من باب ذكر أن الأجر كبير، أن الأجر ماذا؟ كثير، أن الأجر كثير، وأيضا من باب الترغيب، من باب ماذا؟ الترغيب والتوظيف. نعم. طيب، هل هناك فائدة أخرى؟ ماذا استفدت من هذا الحديث؟ سوى ما ذكرنا ذكرنا وذكر ذكر الكتاب هنا. ماذا نستفيد أيضا من هذا الحديث؟ هناك فائدة أخرى؟ أيجاد؟ طيب، حديث بعده من يقرأ؟ أنا أستاذ. تفضل. بسم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر، حتى نقول لا يصوم ولا حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه ولفظ لمسلم. طيب، بارك الله فيك. هذا يتحدث عن فضل الصيام في شهر ماذا؟ شعبان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ما معنى هذا الكلام؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، بمعنى يكثر الصيام لكثرة الصيام كأنه لا يفطر، ولا يفطر لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال يصوم، أي عفوا يفطر حتى لا نقول لا يصوم. ما معنى يكثر الإفطار ويقلل ولا الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع الصحابة مع عائشة سنوات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سنوات ربما يكثر الصيام، وفي بعض السنوات طبعا هذا نتحدث في شعبان، وفي بعض السنوات يقلل أصل الصيام. الشاهد قوله ماذا؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، بمعنى يكثر الصيام ويقلل الإفطار، ويفطر حتى نقول لا يصوم يقلل الصيام ويكثر ماذا؟ الإفطار. ذلك لا يجوز لنا ان نصوم شهرا كاملا. طيب، وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه ولفظ المسلم. وهنا دليل على فضل الصيام في شعبان. هناك فضل في صيام شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. الا ان زمانا اخذنا ان عند الشافعين، عند بعض الشافعين انه لا يجوز صوم في اي تاريخ. شباب، في اي تاريخ عند بعض الشافعين لا يجوز صوم في شعبان؟ اما عند الجمهور يوم الثلاثين. فهنا لا يجوز صوم في اي تاريخ عند بعض الشافعين كما ذكرنا سابقا، من إذا انتصف شهر لا يصوم، بمعنى إذا وصل إلى 16 لا يجوز ماذا؟ صوم التطوع بعد ذلك استعدادا لرمضان. طيب،
الحديث. أولاً هذا الحديث يبين لنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصيام في غير رمضان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصوم كثيراً وتارة يفطر كثيراً. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً كان يكثر الصيام في شعبان. لكن هنا أيضاً عندما قال يكثر الصيام في شعبان هذا كذلك تعليم للأمة أنه لا يجوز لنا أن نلزم عبادة غير واجبة إلزاما. لا بد هكذا، لا، أحيانا لا بد أن نترك، خاصة إذا كنا دعاة، إذا كنا مفتي، إذا كنا قدوة للمجتمع. طيب ماذا نستفيد إذا قال وفيه دليل على أنه لا يخص بصيامه وقتا دون وقت. وأيضا نستفيد لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصوم أو لا يقدر على الصيام، ولكنه يراعي أولا مصلحة حياته اليومية، ثم ثاني كذلك يكون تعليما لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث الأخير ربما في هذا اللقاء اقرأ يا رازق. رازق موجود؟ موجود زاد. موجود. أين أنصار يا رازق؟ ما سمعنا صوته من زمان. أنا كذلك ما قبلته خلال هذه الأيام. لماذا؟ طيب شكرا. طيب بسم الله. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. طيب بارك الله فيك. سأعطي واجبنا يا من رازق أنت إبا سنة حديث التي تحص عن صيام ثلاثة أيام من شهر، ليس هذا الحديث فقط، هناك أحاديث. طيب نعم لنا حديث إبا هذا من دنه ولا حديث هرائي حديث أبي هريرة. طيب الحديث معلوم والحكم كذلك معلوم، لكن هنا أريد سؤال يا من إبا حس يا من يا هاردي جان موجود أو غير موجود؟ أنا سأل موجود. هاردي موجود. هاردي إباس لنا أولا مشروع في الصيام في البيت ثلاثة أيام صحيح؟ نعم زاد. طيب متى يكون ذلك؟ هل يشرع ثلاثة أيام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ طبعا المشروع 13 14 و15. هل يصيح من يصوم ثلاثة أيام هنا في الآخر مثلا أو في الأول؟ المهم ثلاثة أيام، المهم ثلاثة أيام يصيح أو ليس لا يصيح. أما في هذا الحديث 13 14 15، ما رأيك؟ لأن هناك حديث آخر قال ثلاثة أيام. هل يصيح من يصوم سوى هذه ثلاثة، يعني هذه مدى في هذه التاريخ؟ ماذا يحدث؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 14 و15. ثم يا آخر، أريد آخر هنا قسم الصحة، من قسم الصحة؟ فاتي أبرار سعد. فاتي أبرار رفقي الآيفي رفقي الأبرار رفقي موجود ولا؟ موجود أستاذ، ولكن لست من قسم الصحة. لا بأس، نجعلك من قسم الصحة. إبحث لنا فوائد تتعلق بصوم عاشوراء، فوائد صحية. ماذا هذا؟ نعم سر. بارك الله فيك. هناك بعض الحوادث إقرأ، بعض الفوائد في هذا الحديث إقرأ. وهنا من فوائد أيضا صيام في 13، لماذا؟ وهذا نجد كثيرا فوائد تتعلق بالصيام في مثل هذه الأشياء. رمضان، ما المشهور في رمضان؟ حرارة أو البرودة؟
Harorah Ramadan ismu Ramadan. Ma mana Ramadan? Istidad al-hararah, Ramadan. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فرض رمضان أي أخوان أن فرض صوم في رمضان هذه من حكمته أيضا مدى أن هذا الزمان زمان الحرارة فمن طبيعة الحرارة أحيانا الشهوة تكون شديدة الشهوة شديدة فيكون الصوم هنا تخفيف لهذه الشهوات وهنا والله أعلم كذلك من طبيعة التاريخ 13 14 و15 في حرارة شديدة وصلت مدى الشهر وفي الغالب الشهوة هنا تكون شديدة لذلك والله أعلم فهنا من حكمة صيام 3 أيام من مدى في الشهر وذلك في 13 14 15 هذا كذلك لتخفيف هنا لتخفيف ولكن والله أعلم بارك الله فيكم جميعا هذا المؤذن هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.